يا بنتي انتي مش فاهمة، دي جت النادي 10 دقايق بس امبارح، ومن اللي اتعمل فيها راحت عيطت ومشيت على طول. احسن تستاهل. قلتلك يا سو انا مش سهلة، انا مش سهلة خالص. ادخل ادخل. أمرت الحلوة بقت تحمة، بقت تحمة وإنها سحري. هي بتقول تحمة كده، تحس إنها واكلة تحمة. سو نكمل كلامنا بعدين عشان غالبا في مصيبة. باي. حبيبة بابا نيلي، أمورة بابا نيلي، كتكوت بابا نيلي. خلصت فقرة المنوعات بتاعتك؟ الحقيقة هو لسه، بس انت لو عايزاني اخلصها اخلصها، كان لسه في شوية حاجات كده. اللي عندي فراشة صغننة وعندي بغبغان مش عارفة ايه. لا فراشة صغننة دي يوم الجمعة قبل الصلاة ما تنسيش، انما دلوقتي في البحر سمكة سمكة. عارفة السمكة وعارفة كل ده، خش في الموضوع على طول. ابدا. انا جاي اقول صباح الخير على احلى واجمل والطف واقدم بنت في الدنيا، اللي يا سبحان الله حتى لو قلتلك حاجه تضايقك او تنرفزك عمر صوتك ما يعلى على بابي ابدا. ولا انا غلطان في العنوان؟ انجز يا بابي وقول عملت ايه غلط. بالعكس عملتش حاجه غلط، ده اللي عملته ده عشان ما اعملش حاجه غلط. ممكن تبقى دايركت وتقول لي ايه الموضوع على طول؟ طيب اللي عملته ده عملته عشان خاطرك انتي، عشان اكون عيله ونتلم كلنا، كلنا نتلم في حميميه ونبقى اسره جميله مترابطه. تقصد بكلنا ده اللي هو مين؟ طيب انتي ما نفسكيش من زمان يكون ليكي اخت؟ عمري ما كان نفسي في كده. ما تقول بقى في ايه؟ ابدا الغايه في الموضوع، يعني انا جوا صباح. علي صوتك. لا عشت ولا كنت لما علي صوتي على بنتي. انا جوا صباح. علي صوتك. بالغنى. انا هتجوز صباح. صباح مين؟ خالد شريهان. أخت شادية؟ مرات عبد الحليم؟ نو واي الست دي تدخل البيت هي والبتاع اللي معاها دي، على جثتي. تس 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 تس. أي باشمهندس والنبي زود لي بقى الإفكت بقى، عيب يعني، ده أنا حبيبة. أيوة تس. أيوة الله. أيوة تمام تمام. عمنا باشا، أنت مصور؟ مصور كوكو مصور حضرتك؟ ما توقفليش، انا بقى توقف عند الباب بقى تصور الناس وهي داخله. ماشي، فين اللي معاه كاميرا الفيديو؟ اه عمي معاك، تقعد لي هنا، تخرج وتدخل والكلام الحلوك ده. ماشي، والقلوب والحاجات اللي انا قلت لك عليها حبيبي. يا كريكا مفارش قهوه فيصل دي بقى تشيلها لي وتحط لي بقى المفارش ام ورد. ممكن؟ مش ده اتفقنا؟ يلا يابا، يلا الله يكرمك. الشيشه تمام والولعه تمام ولا ايه؟ يلا العروسه وكتاب الله، لو جت ما لقيتش كل حاجه جاهزه هتسمعوا الفاظ ما سمعتهاش في حياتي. مش مصدقه نفسي يا سو، such a nightmare. بقى ده فرح بزنس مان كبير، لو حد عدى من بره هيفتكره مولد. على فكره انا بجد اللي مش مصدقاكي، انت كل اللي فارق معاكي الفرح and how it looks in front of people. مش فارق معاكي خالص ان ابوكي متجوز البيئه اللي اسمها صباح دي. ازاي يعني مش فارق معايا؟ إذا كنت أنا من ساعة ما عرفت إنه هيتجوزها برجع كل يوم. خلاص ليه ما بقصيش الجوازة يا نالي؟ سو بابي قليل الأدب وبتاع ستات، وبتاع ستات بلدي كمان اللي هما بقى بتوع يا حبيبتي والحاجات دي، فكده ولا كده كان هيتجوزها حتى لو كنت عملت له اللالو. اللالي whatever. أنا قلت سيبه يومين ثلاثة يتجوزها وبعدين أشوف طريقة أخليه يطلقها. أيوة بس هتخلي ست البيئة دي هي وشريهان يقعدوا معاكي في الفيلا هنا؟ امال اخليه يجيب لها بيت ويكتبه باسمها ولما يطلقها تاخد البيت؟ لا طبعا، دي لازم تفضل تحت عينيا. اسيبها يعني تاكل بعقله كنافه؟ حلاوه يا نالي حلاوه. تس 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 تس. تشيك تشيك تشيك. ايه ده؟ تشيك مايك تشيك مايك.
ايوه الله الله الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ده مين اللي طالب زبادو فراوله ده؟ مساء الفل يا فندم، محسوبك هاني، مبروك للحاج. انت مين يا حيوان انت؟ انا ليه يعني الغلط ده حضرتك؟ يعني انا هاني، هاني الدبدوب. دبدوب يعني حيوان اهو. عسل عسل والله يا فندم. انت بتعمل ايه هنا؟ انا حضرتك انا اللي مسؤول عن التجهيزات بتاعه الفرح، يعني تقدر تقول عليا كده انا الويدنج بلينرز. سمعتي قال ايه؟ بلينرز. اه لا مؤاخذة احنا اسفين لو كنا ازعجناكم، بس لازم نعمل ساوند تشيكس عشان تبقى كل حاجه جاهزه. ليه ليه بتحطوا اسف كل حاجه؟ بلينرز وشيكس ليه؟ هو انت كتير؟ مش انت واحد؟ لا انت فهمتي غلط يا ابله، الاس دي مش بتاعه البلور، لا دي اس بتاعه الابوستروف اس، يعني الاس عايد على الذكر اللي هو انا. انت مش ذكر، انت حيوان. وانت عسلز عسلز. ممكن اجرب؟ اه طبعا اتفضلي اعملي. لا عايز اجرب شيكس. اقولي شيكس 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 شيكس. في 60,000 داهية. والله كان قلبي حاسس ان هما مش هيعدوها على خير. يلا طلبوها ونالوها. خلاص يا خالتي سيبك منهم. بس يا بيت بتكسروا ورانا قلل يا حرام عفنة يا ولاد. بس يا خالتي دليلة فرحك. فرحي؟ لا ده انا اقلعلكوا الابيض والبس عليكوا الاسود يا ولاد اطفو. خلاص بقى يا خالتي خلاص. ما تسمعونا زخرة وطيولين. على عينك يا أهرانة، على عينك يا أهرانة، حبات الليلة يا عيانة، على عينك يا أهرانة، على عينك يا درتي، على عينك يا درتي، الأبيض والأحمر فضلتي، على عينك يا درتي. يلا يا حارة ضلمة، يلا يا حارة ضلمة، احنا اللي نورنا. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، اركب مجات هتسيح وعك في العكس تسوق. ارفع ايدك فوق لو متضايق هتروح، اركب مجات هتسيح وعك في العكس تسوق. فرتكه فرتكه عالطبلة وعالسكسكه، فرتكه فرتكه ضغطت ومحتكتكه، فرتكه فرتكه راجعني عامل دربكه، راجعني عامل دربكه. غرقني في شبر الميه، صحني فتحلي عينيا، هديك هديك مكانك وارتاح تروح شويه. مساء الخير يا جماعه. مستر سليم. هاي ازيك؟ هاي انكل سليم. يا ليلي يا بنتي مبروك. مبروك على ايه؟ مبروك على المصيبه اللي احنا فيها. خير في ايه؟ في ايه يا انكل؟ حضرتك مش شايف الديكوريشن؟ مش شايف بهدله الجنينه ازاي؟ بص البالونه اللي هناك، بص حضرتك الناس اللي وراك بترقص ازاي؟ كارثه. لا الاطفال اللي معاهم، والله العظيم يا انكل دول مش اطفال، استحاله يكونوا دول اطفال بريئين. من شويه واحد صغير كده جه يقول لي ايه؟ بص لي كده كانه بصت راجل كبير، كانه راجل مضغوط، قال لي يا انسه يا كويسه تتاكلي حته حته حتى لو ما حلوش. يعني ايه؟ يعني ايه يقول لي انا كده؟ هو ده اللي قال لي كده يا انكل؟ يعني اللي ده قصده ملح وسن. Whatever. ما شفتش بقى حضرتك the new Mrs. عبد الله مكاوي؟ كارثه كارثه. عملها بلدي جدا، بلدي، دول اهلها، دول قرايبها. يعني اللي يعني تقصد الجلاليب والعبايات والحاجات دي حاجه بالظبط. ممكن لو سمحت من فضلك، لو حضرتك بتحبني ولو بتحب بابي، من فضلك تعال نلحقه في الساعه اللي فاضله له من حياته. بليز بليز يلا ننقذه. حضرتك اقنعه لانه مش مقتنع بكلامي. يعني اللي ده انا نفسي وهموت ان انا اعمل زيه. يلا حضرتك بتتكلم بجد؟ لا طبعا. واضح بقى ان انتوا في السن ده بتلسعوا او حاجه. طب بتفضل حضرتك اقعد وانا هخلي الناس الجميله دي تجيب لك بقى حلابسه وبلارسه والحاجات بتاعتهم. اتفضل اتفضل اتفضل. خلي بالك على ابوكي بيضربوا واحد ورا التاني. حاسب وسع وسع وسع. تعلن شركه مصر للطيران عن وصول رحله البحرين اللي عليها احلى عروسين.
وسع 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 وسع، اللي قاعد يقف واللي واقف يوسع. وسع وسع يا عمنا، العريس ده يهمنا وعروسته من عندنا، نحييهم من قلبنا يخليهم ربنا. سكه حديد مصريه عرسنا مية مية، سكة حديد مصرية عرسنا مية مية. يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الطول، يا عم قول وانا اقول، يا عم رش الطول. احنا بتوع المزامير واكثر من كده بكتير، احنا بتوع المزامير واكثر من كده بكتير. احنا فريق الكوكواوا كوكواوا، احنا فريق الكوكواوا. للي حبيبتي معقولة جاية تنيني؟ بليز ابعد عني، أنا مش مصدقة. أنت إزاي مش مستخبي؟ إزاي مش مكسوف؟ أنت عازم قرايبنا؟ عازم ناس معاك في الشغل؟ نيلي في إيه بس؟ هي اللي طلبت الحقيقة، وبعدين أنا شايف إن ده حقها. كسر حقها، كسر حقها. هو إيه حقها ده أصلاً؟ حقها ده، حقها ده شيء مصغر من الحق الكبير، يعني حق زي بقها؟ لا مش عضو في الجسم خالص، حقها ده شيء معنوي. حقها يعني هيقول لك خد بالك، حقها تؤذى فيها، تؤذى فيها دلوقتي. يخرب بيتها هي وحقها واهلها والقرف اللي هي جايبه لنا في حياتنا. بابي لو سمحت يا بابي، انا اول مره في حياتي اترجى حد. I'm begging you، لو انت مش خايف على مستقبلك، خايف على مستقبلي انا، خايف عليا، من فضلك وقف القرف اللي احنا فيه ده. حاضر يا حبيبتي، حاضر، بس انتي اوفر. الموضوع ابسط من كده كتير، دي لو هتعدي.